بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وأشواقي وابن أعمار أعماري، أذكركم بأن الدين في وجداننا باغي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهدانا الأخيار الميامين. نسأل الله أنه يشفي جرحانا ويعيد مفقودنا ويصلح على الوطن والمواطن. تحية خاصة، شير عشان يعرف الغير، شير عشان نوصل صوتنا للغير. طيب شيخ، لسه التعليقات ما ظهرت، داري اشوف التعليقات. مرحبا بميسر المرضي، مرحبا بوليد، تحياتنا لك، مرحبا بعزدين عبد المجيد، مرحبا بابو اسراء الشريف، سلامات يا حبابك، مرحبا بمصطفى، مرحبا بك يا عابدين، مرحبا بك يا عمر صاحب، تحياتنا لك يا ايمن القاضي، عابدين حبابك عشر ابو النور كوكو، تحياتنا لك. ميسر كيف احوالك؟ ميسر الرضي المرضي، تحية لك يا أخو، تحية للأماجد. أنا حقيقة الوضع، بس الوضع ده استفزاني، يعني أنا شعرت بأنه مبارح في حاجات كثيرة كان حقه نكملها. الحاجة اللي بتحصل دي، رغم أنه أنا تابعت الحاجة اللي بتحصل في الشهداء بتاعين جهاز الأمن والمخابرات، مبارح قمنا اضطرنا ليه بصورة خفيفة جدا جدا على أساس أنه نجمع أخبارنا ونشوف الحاجة اللي بتحصل شنو، ونشوف نتابع معلومات ونعرف الحاجة اللي حصلت دي شنو، لانها ما بتلقى من الدائره الاعلاميه، ولا بتلقى من الدائره الخدميه، ولا بتلقى من الدائره الثقافيه في البلد دي. ما في زول بيطلع لك الحقائق دي انك تجتهد براك وتقوم تطلع، تحاول تطلع المكنون بتاع المواضيع كلها عشان تقوم تعرف اللي بيحصل شنو. اولا تحيه لكم، دار اتكلم طوالي حاخش في الموضوع ده يا جماعه. نحن ما متاكدين، كلنا عارفين الوضع بتاع البلد دي كان ماشي كيف. يعني الحاجة اللي حصلت دي، نسأل الله سبحانه وتعالى أولا يتقبل شهدائنا في المخابرات، في الأمن، جهاز الأمن والمخابرات. وأنا ما دار أتكلم عن الشهداء، وما دار أقول نقول نحن ديل كيزان ونبقى تبقى سفاسف بتاع الأمور، لكن دارين نتكلم بواقعية عن الحاجة اللي حصلت في جهاز الأمن والمخابرات. ما هو ده الجهاز ذاته، هو اللي كان جاب بن لادن البلد دي، هو ذاته جهاز الأمن والمخابرات بقيادة عمر البشير اللي كانوا جابوا بن لادن، ونفس جهاز الأمن والمخابرات اللي باع بن لادن في النهاية، باع أسامة بن لادن المعروف أسامة بن لادن. وده اللي خسرنا، حس اللي خسرنا القضايا كلها اللي بتدور دي، البارجة كل كده. نمشي خطوة خطوة، وده السلم الفنزويلي لو بتتذكروه، ما اسمه منه بتاع الفرنسي كارلوس، اللي هو سلمه كارلوس لفرنسا، مش نفس الدولة دي ذاتها، مش نفس الجهاز بتاع المخابرات ده، ولا تغير. ما نحن ما شايفين فيه تغيير، يا هو ذاته جاب الفانزويلي ده وحضن الفانزويلي، وفي النهاية كارلوس ده باعه للفرنسيين وسلمه واخذوا بدله قروش كلهم. فيه ناس صلاح قوش، وفيه ناس محمد العطا جهاز الأمن والمخابرات الحسي موجود ده. مش ده يعني ده اللي خلانا نحن كشعب سوداني ندفع قروش البارجة كل حسي الأيامات اللي فاتت دي، وندفع قروش السفارتين بتاعت نيروبي والثانيه بتاعت تنزانيا، اللي هم السفارتين اللي فجرون، تم تفجيرهم في ظل احتضان بن لادن ده، تم تفجيرهم بهجمات ارهابيه. ده مش هو نفس الجهاز اللي حاول يغتال حسني مبارك؟ حسني مبارك ده اغتياله كان كلفنا حلايب وشلاتين وبورماد، انت قال حلايب وشلاتين دي مسكوهم ردعين المصريين؟ لا، مسكوها لانه شعروا بانه حاولوا يختاروا رئيس، والناس اللي حاولوا يختاروا رئيس التاريخ بيشهد، والتراب ده في كل الاذاعات طلع قال يا اخي الناس الباقيين تفينون قرضناهم، ما في زول حاسبون، ما في زول ديل ذاتهم، هم ذاتهم ناس جاهزه. نحن ما بنتكلم عن الاولاد الصغار، نحن بنتكلم عن الرئيسين اللي غايه حسي قاعده، ناس مفضل ديل، ناس مفضل ديل جزء منهم، ناس جمال ده طبعا جايبه البرهان لانه دفعته لانه صاحبه، لكن الغايه ده الشغل المفضل ده كوز وتابع لهم وتابع لحمايتي وقريب حمايتي، ده جهاز الامن بتاع المخابرات ذاته بتاع الكيزان. نحن الليله بندفع حلايب وشلاتين وبرماد، انت قال الفشقه دي دخلوها الناس حمر العين، ما الناس حقه تفهم الفشقه دي الاثيوبيين دخلوها كيف؟ لانه انت حاولت تختال الرئيس حسني مبارك في اراضيهم، هم ذاتهم استغلوا، مش المصريين استلموا حلايب وشلاتين بينات، هم طوالي زحفوا استلموا الفشقه واستلموا مناطق الفشقه دي، ويفتكروا انك انت لو وقت ترجع حلايب وشلاتين من حقك انك ترجع الفشقه، ده ما صراع،
احس الشغل بتاع الفشقه ده قامت جوه المخابرات المصريه. هاي دربت هيئه الناس دي، البلد دي ماشيه في مخابرات مصريه سر. انا بجيب انا بديك الدلائل حبه حبه، نحن ما دايرين نحلل. المجموعه دي ذات الجهاز الامني والمخابرات ده خسرنا الجنوب وخسرنا الفشقه واحس حاليا حيخسرنا بيه. كل الحاجات دي نحن دفعناها كشعب سوداني، يعني النظام السابق ده الاسلامي ده دمر البلد دي، ولغايه حسي نحن حنقعد ندفع في الضريبه دي الى ما لا نهايه، ولسه هم بيحلموا انه يجوا اللي هم الكيزان ده بيحلموا يجوا، لكن برضو عندهم النصير جوا اللي هو جهاز الامن والمخابرات. ان احنا لغايه بكره ولغايه بعد بكره بنتكلم كيف جهاز الامن والمخابرات يكون موجود. ما هو لانه موجود لانه في دعم سريع، ما هو انت وقت تجي تدمر الدعم السريع حقه تدمر معه جهاز الامن والمخابرات حقه تدمر الجيش ده وتبني جيش وطني، يعني ده كلهم بيرتبطوا ببعض. يعني الجهاز الامن والمخابرات ده الخليفي كان وين يا جماعه؟ احداث الفنان اسمه خوجلي عثمان، المسجد بتاع الجرافه، المسجد بتاع الحاره الاولى، اغتيال جران فيل المبعوث الامريكي، دي دوله اصلا ماشيه على كده، ما فيها شيء يتغير يعني. يا جماعه شيروا عشان صوتنا يصل، شيروا لانه ده موضوع مهم. نحن انا داير اتكلم لك عن المخابرات، عن جهاز المخابرات ده، وبناء على الكلام ده كله وبناء لانه هو تسبب بالجرائم دي وقتل وسفك واباد، جات القوانين بتاعت انه يبقى جهاز بتاع معلومات. الكلام ده اتفقوا عليه في وثيقتنا الممجوجه، الكلام ده ما انا اتفقت عليه، اتفقوا عليه وقعدوا عليه وجونا ساطع الحاج ورقصوا وبكوا بعد الوثيقه، وضعوا الوثيقه دي بانه جهاز الامن والمخابرات يبقى جهاز مجرد جهاز بتاع تلقيط بتاع معلومات. نقوم نسمع امبارح ماتوا 5 انفار لانه عملوا مداهمه. اللي بيخلوني يعملوا مداهمه شنو؟ ما القانون الخول لهم ده منه؟ يعني انتوا غيرتوا الوثيقه؟ ما ده الكلام اللي إن احنا حقه نتكلم عنه يا جماعه. اللي بيخلي جهاز الامن والمخابرات مركز بتاع معلومات هو مركز تنفيذي، اللي هو بشيل المعلومات دي بوديها للاجهزه التنفيذيه، بوديها للشرطه وبوديها للقوات الخاصه بتاعت الشرطه عشان تشتغل الشغل ده. لكن الموضوع ما كده، لان القضيه ما كده يا جماعه، لان القضيه دي زي ما كان صلاح جوش بيبيع وزي ما كان محمد عطب بيع في النازل اول امبارح، هم حاولوا يبيعوا الاسلاميين دي. لانه لو انت تابعت البرهان الايامات الاخيره دي صادر الاموال بتاعت حماس، وبعد صادر الاموال بتاعت حماس بدا يطبع مع اسرائيل، فتح الاجواء لاسرائيل. يعني ده صراع بقى مختلف من اللي انت بتتوقعه. الشغل ده بقى عداء لجهه معينه لانه سلم البرهان سلم نفسه لاسرائيل، البرهان سلم نفسه للمصريين. عشان كده الناس دي شعروا بانه في مكيده. يعني انت حسي جهاز الامن والمخابرات مشى عشان يداهم، ما هم طالما الناس دي مستعدين يعني جاهزين وعارفين ان الناس دي جايين حيحصل موت، واذا ما عارفين حتسوقهم زي الغنم. الناس دي القوه الاولى اللي مشت البيت الاول ساقت 40 نفر، قالوا قبضوا 40 ارهابي قاعدين في بيت واحد. مما الله خلقتكم شفت لكم 40 ارهابي قاعدين في بيت واحد، يا اخي ده ما اشاره لانه في مشكله في البيت ده ذاته، كونه انه يكونوا في جنسيات ثانيه. ديل الاسلاميين اللي هم الاسلاميين المعروفين المصريين اللي احتواهم النظام السابق، المأجر لهم البيوت النظام السابق، اللي هم جو واصلوا بنفس المشوار، نفس المجموعه دي اللي هو البرهان وحميتي وحمدوك ذاته، واصلوا في انه يحتضنوا الارهابيين ديل. النازل محكومين فيهم واحد من 2014، قالوا هرب من 2014 محكوم غيابيا. كلمة غيابيا دي بتأكد لك انه من 2014 قاعد جوا الخرطوم ساكنين وعايشين، لكن هم دايرين يبيعون، جزمنا البيع بتاعهم. لانه يعني انت ناس جايينك على اساس انه سايقينك، او ناس جايينك ناس شرطه ولا ناس امن، اللي بيخليك انك تحمل سلاح مع ضدهم شنو؟ اللي بيخليك تقتلهم شنو؟ ما إمة ما الحاجه الوحيده اللي بتخليهم انه يقتلوا، لانه ناس قاعدين معك انت عارف بيوتهم، جيتهم عديل داهمتهم، جيت ماشي عشان تسوقهم، في 40 مشوا معك، في مجموعه بيت ثاني ما مشت معك، ما معناته المجموعه الثانيه دي حست بانه البرهان باع المجموعه بتاعت المصريين المتاسلمين ديل الاسلاميين ديل، باعهم وحيقبض ثمنهم، واول ما يصلوا اول ما يخطوا كرعهم في مطار القاهره حيتم قطع رقابهم. السيسي ده لو اخرهم من انه يعدمهم في المطار بيودونا الدروه. اذا النازل يعني كونه انه
طوال ينتفضوا ويموتوا معك، اذا هم عارفين مصيرهم محتوم. يعني اذا كان ديل حتى ناس حماس ما جزء حتكون يودي اسرائيل انت، ما هي العماله وصلت مرحله يعني بتفوق الحد الطبيعي. ليه 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 هم النازل ساروا؟ وكيف انت دخلوا البلد دي من 2014 و2013 و2017 وانت قاعد تتفرج؟ ما هو ده كلها خلل امني. ده بوريك انه نحن وقت قلنا نهيكل القوات دي بتوريك الهفوف بتاعتهم، وبتوريك انه في اشكاليه حقيقيه في جهاز الامن والمخابرات. اجاب الناس ديل منه ارتال من الاسماء، انا اقول لك بجيب جهاز الامن يجوا الليله دالين يطلعوا بطل. بطل انت يا اخي، بطل والبطاله، تعرف البطاله؟ ما في بطل. ديل هم سبب المشاكل دي ذاتها. اجاب الناس ديل منه؟ يعني اجاب كارلوس منه؟ اجاب بن لادن منه؟ اجاب الاسلاميين منه؟ والدور البلد دي ولما فيها الطوائف ولما فيها بوكو حرام ولما فيها الدواعش منه؟ ما هم المنظومه السابقه اللي هي موجوده في جهاز الامن. جهاز الامن سووا له شنو؟ ما هو جهاز الامن انس اللي بيقولوا ده. انا ما اقدر اتكلم عن الشهداء، دول مات ما اقدر اتكلم عنه، لكن في النهايه هم بيمثلوا النظام السابق. نسال الله سبحانه وتعالى انه يرزقنا الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يعني يوفقنا نحن في اننا ما منسي الا ونقول خلاص يا اخي ربنا يتقبل. لكن الكتلون قاعد، الكتلون اللي بيبكي الليلة ده برهان، ده من الناس الكتلون، برهان ده من الناس الكتلوا الضباط بتاع جهاز الامن ده، لانه اداهم شغل ما شغلون، لانه كذب في الوثيقة وطلعهم ثاني لمداهمات، رجعوا لمشروع المداهمات. كيف يداهموا؟ الوداون يداهموا شنو؟ ما قلت دي جهاز بتاع معلومات الوداون دم دي ذاته ده المحكينة ده اللي بوريك انه هم ذا الكذابين وانه جهاز الامن شغال وده مصير للناس اللي بيبيعوا، لانه الناس اللي انتفضت دي وماتت معك شعرت بانه ماشيه للموت. ما في زول، انا ارهابي وانت عارف في الجديد اللي بخليني اكاتلك اول ابدا منه، ما معناته في واحد من جهاز الامن هناك لانه كلهم بيبيعوا، ضرب لهم تلفون قال لهم خارجوا نفسكم، الناس اللي بيقبضوكم ولو قبضوكم دارين يحولوكم. عشان كده كتالوج طوالي، في زول بتجي تسوق تمشي له، ما هي وريك الضمان وين؟ ما هو الناس انا زي لو كانوا عارفين انه الناس عندهم سلاح ولا كده كانوا شالوا معاهم اللي هو جابوا معاهم قوات كثيره جدا جدا، لكن لانه دارين يتموها تحت تحت، الشغلانه كلها بيع، الشغلانه كلها بسعيرها. اللي هو المجموعه بتاعت البرهان دي دار يرضي الاسرائيليين حيشيل يسلموا الناس حماس، دار يرضي المصريين حيشيل يسلمون المتاسلمين. يا اخي حقنا للدماء يا اخي، عشان اوريك انه الحكومه دي حكومه غزره والناس الموجودين فيها اغزر من الكيزان ذاته، رغم انه هم دي خلاصه الكيزان، انا بعدهم انه خلاصه الكيزان. انا بسالكم سؤال بسيط جدا جدا، اذا انت عندك ناس زي ديل وانت عارفهم وعشان ما تصل معاهم مشكله وبدل الناس تموت وكده، يا اخي اديهم 48 ساعه قول لهم اخلوا لي السودان ده اخلوا لي، ودي حاجه طبيعيه ممكن كان يعمل البرهان، هو عارف النظريه دي لانه عارفين بيوتهم وعارفين ارغامهم وعارفين تلفوناتهم وعارفين شغلهم ومتابعينهم خطوه بخطوه. ولو ما انتوا عارفين انهم عندهم سلاح ما كان ناس انس شالوا طبنجه وشالوا وسلحوا معاهم الناس 4 5 انفار، ما انت عارفهم انه ما عندهم سلاح، ما بتحتاج مسدس واحد ممكن تسوق بين نازل او مسدسين، لكن انتوا طالما سلحتوا انتوا عارفين النازل عندهم سلاح، وانتوا النازل متابعينهم، كل النازل عارفيننا مرصوده، اي زول ودل قاعدين في العاصمه ما قاعدين في 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 كادوغلي ولا قاعدين في الجنينه ولا قاعدين في سنكات، دل قاعدين في العاصمه، يعني انت بتكون متابعا اول باول. اذا الشغلانه كلها في النهايه كانت بيع، النازل شعروا بينكم حتبيعون، عارفين انه الزول اللي بتباع ده ميت، فطالما انا ميت اموت معاك هنا بدل امشي اموت، يقتلني حسني اسمه السيسي ده ولا يعدمني اللوبي بتاع الاسرائيل ده. جماعه الشغلانه كلها بيع في بيع، وللاسف الشديد الناس دي بيبيعوا في الوطن. طيب قال 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 شنو؟ ودي طبعا يعني بتعزيه لمنه؟ لانه البرهان ده مشى بنفس المسير بتاع النظام السابق، ما غير حاجه، البرهان ده مشى بنفس جهاز الامن السابق، بنفس عندهم الاجسام هم عارفينها، يعني انت عارف الناس اللي قبضون دول ما عندهم القسم بتاع الارهاب، معروف عندهم اداره الارهاب والتجسس، ده اي زول متابعه، والناس اللي كانوا معروفين دول الناس اللي قتلوا دول اذا باعون، زي ما كان صلاح قوش قاعد يبيع، زي ما باعوا بن لادن، زي ما باعوا كارلوس، زي ما باعوا الناس، عارفه النظام بتاعهم، عارفهم غزيرين بيبيعوا، عشان كده الواحد بيضطر انه يدافع عن نفسه ويقتل اخوانك ويقتل الناس البسيطين دول، ما جايبين خبر، هم دول ما مغيبين، ساقون لمهلكتهم، حسي الليله شغالين بيهم، بتبكي في شنو؟ ما تدي الناس دي الفرصه قول لهم اطلعوا عندكم 48 ساعه غادروا البلد.
ولو عندك ال 48 ساعه غادر والبلد دار تقبضهم تسلمهم عشان يعدمون يا اخي. ده بتاع المجازر يعني العساكر ديل والله والله العظيم بيحبوا المجازر حب شديد جدا جدا، وبيحبوا الدماء حب شديد. ديل بفتشوا في كده يا اخي، عارفين انهم اسلاميين غزيرين مستغلين الدين واي حاجه، لكن انت في النهايه عشان تحافظ على الاربعه الماتوا ديل، دي مسؤوليتك، دي مسؤوليه البرهان ومسؤوليه جهاز الامن ومسؤوليه حمدوك ذاته. اللي بيودي الناس اللي داهم شنو يا اخي؟ ما قلت جهاز امن مركز بتاع معلومات. الناس اللي ماتوا دول مسؤوليه حمدوك، الناس اللي ماتوا دول مسؤوليه البرهان، الناس اللي ماتوا دول مسؤوليه حميتي، لا الناس اللي ماتوا دول مسؤوليه مفضل. كتلون عديل كده كتلون، لانه ده ما شغل بغض النظر عن انهم كيزان ولا اي شيء، ما بهموني كثير، لكن كونك انك تسوقهم في شغل ما حقهم. يا اخي يا اخي غير كده يا اخي، القوات الخاصه بتاعت الشرطه وديها عشان ما تغش، عشان انت حسي قدام المواطن وقدام الوطن انتوا كذابين وانتوا منافقين. الناس اللي جبتون، الناس اللي قاعدين تسكنون، الناس اللي قاعدين تصرفون، الناس اللي قاعدين تاكلون، الناس اللي بتستعملون كروت. اي زول عارف انه الاسلاميين اللي قاعدين، الاسلاميين اللي قاعدين ضد النظام بتاع السيسي ده مقعدينهم في الخرطوم عشان هم موازنه، عشان تضغطوا بهم السيسي وعشان السيسي يضغطكم. لكن في النهايه ديل المجموعه الجادي للاسف الشديد خانعه، تعرف الكيزان ديل بيسوء وبغزارتهم، لانه عندهم شويه كده يعني بيعرفوا يمسكوا الكروت صح، بيعرفوا يمسكوا الكروت صح، عشان كده قعدوا 30 سنه. ديل فاكين، ديل ما اولاد الكيزان ما بيقدروا يمسكوه زي دك دك، شويه معلمين في السرقه، بينفنسوا طوالي، دارين يسلموا المجموعه دي. حس الناس القوامطه دول البئر الارهابيه دي ولا المجموعات الارهابيه ولا الدواعش ديل، ديل قاعدين تربون، قاعدين تربون انتوا ذاتكم، موجودين في معسكراتكم، موجودين في مدارسكم، موجودين هنديل اللي هو انا لقيت فيهم ثلاثه، انا لقيت في كوبر في عنبر الزاويه لقيت فيهم ثلاثه يعني، هم اثنين جو في فتره واحده، واحد فيهم داعش صغير والثاني داعش كبير، وبعد فتره لقيت الاخطر وذول واحد من الناس الخطرين، وهو اللي حكى لي حقيقه التدمير بتاع السفارتين ده من الناس اللي كانوا متهمين فيه. اقسم بالله قاعد معاي في سجن كوبر، قاعدين نحن في سجن كوبر، يا هو حكى لي نحن طبعا جايبين لنا رسوم معروفه، لكن هو جايبينه داعش وجايبين معانا نفرين واسمائهم موجوده وهم بكونوا بتابعوا فيني. ديل قابضهم انس ذات الشهيد انس قابضهم، لانه ده كان مختص بالاجهزه، كان في ناس كانت بتتلاعب في التليفونات اللي هو بتجيب اجهزه من مصر ذاتها، بتجيب اجهزه من مصر اللي هو بخط فيها كميه بتاعت شرائح كثيره جدا جدا، وبتتفق مع شركه مصريه اسمها الفابر ولا الفايبر، ديل كان بيقبضون وكان بيغرمون، كان انا ذا بغرمهم مليار واثنين مليار وثلاثة مليار، لانه الواحد بيخط الجهاز ده بيشتغلوا به شغل غريب كده بتاع اتصالات. المهم الزول اللي بيشتغلوا ده بيطلع له ب 100 الف دولار، بيطلع ب 50 الف دولار، بتمشي تتفق مع شركه مصريه ولا مع اي شركه برا السودان بيشتغلوا به الشغل ده. انا ذا كان المختص بتاع الكمبيوتر ده، ما عنده اي صله بانه يقبض وانه يداهم البيوت يعني. انا ذاتي شوف الشخصيه دي، الناس المسجونين كانوا معاي النفرين ديل كانوا بيحكوا لي عنه، اللي هم كان قابضهم في الاجهزه دي، كان عندهم اجهزه اتعاملوا مع مصريين. شوف التاريخ ده احنا ما قاعدين ننساه، اتعاملوا مع مصريين وخدتوا الاجهزه دي، بيجي يقول لك خدتها في منطقه بتاعت ازدحام، لانها تحتاج انه الزول يضغط كثير يعني، يضغط اربع خمسه شهور ما بيقدروا يعرفوك منطقه الازدحام، وكنت خدتها في منطقه برا هم بعرفوا، لانه كميه الاتصالات بحول لك الاتصال من داخلي لخارجي، يعني انت بتستفيد منه خارجي. اسم الجهاز انا ما بتذكره، لكن كانوا موجودين معانا وكان قابضهم انا ذاته، في النهايه وصلوا معانا هبت الزون، شالوا منه 200 مليون، شالوا منه 300 مليون، شالوا منه 400 مليون. الزول اللي اسمه انا ذا مختص بانه داخل في التكنولوجيا، ما عنده اي صله، بقبض ناس الفار ديل شغال مع ناس الاتصالات، لانه الاتصالات طبعا قلت لكم جهاز خطر، الجهاز اللي ماسكينه العساكر هيئه الاتصالات دي، طبعا دي بتحدد مكانك وين، وبتحدد سكنك وين، وبتحدد بيتك وين، وبتحدد غرفتك وين، دي ماسكينها العساكر لغايه حسي، وماسكينها جهاز الامن والمخابرات. وطالما انا ذا شغال يبقى جهاز الامن هو المسيطر على هيئه الاتصالات دي ذات الزول الشهيد الماده، ودي واحده من الحاجات اللي بتوريك انه لسه جهاز الامن والمخابرات بفساده باستثماره بالغتلة بتاعينه وبالحرامية بتاعينه مستمرين، وبوريك انه العقيدة لسه بتاع جهاز الامن عقيدة مبنية على البرهان، لانه تغير
البشير جا البرهان، طوالي عقيدته بتتغير للزول اللي قاعد فوق، ما بهمون وطن ولا مواطن ولا بهمون البلد دي تمشي لوين. الحاجه اللي بتحصل دي نحن بنكون حزينين فيها والله، حزن شديد جدا جدا، لانه الماده ما كلم، ولا الماده هندي ولا كده ولا زول بعيد مننا، الماده زول اخونا ضل عن الطريق القويم، ضل وتابع النازل. نسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبل شهداء، يتقبل شهيد، ونسال الله انه يدمر المنظومه دي على بتوريك انها بتكذب كل يوم، بتوضح لك انه الاجهزه الموجوده والوثيقه الموجوده هي مجرد ورق ما فيها اي حاجه جديده. اللي بيطبع البرهان الاسلاميين اللي هو خاتون البرهان، اللي بيبيعهم ك ك ك زي البيع بتاع ناس البشر اللي بيبيعوا تجار البشر دي، ما فيهم فرق. كان حيسلمون حيشيلوا نفس النازل، حيسلمون لإسرائيل، وحيسلم المجموعة الثانية لمنه؟ للسيسي. السيسي طبعا حيستمتع بالموضوع ده لأنه ما حينشره، حيوديهم طوالي الدق رقابهم، لأنه داري دول سفاح، سيسي زول سفاح، واللي هم اللي حينشروا إسرائيل ده برضو بدقوا رقابهم، والموضوع انتهى. ده كان كل البيعة دي على أساس أنه يضمن الولاء من إسرائيل، لأنه هو داري يقدمه لإسرائيل أي شيء. شوف البرهان ده بسوي له أي شيء، سافر ريا مشى لها هناك، قابل نتنياهو، ممكن يبرك تحت قرعة نتنياهو عشان يضمن انه يكون قاعد في السلطة دي، ومعاول معتوه اللي اسمه محمد حمدان دقلو ده، ده قاعدين على اساس انه يدمروا البلد دي. جهة الاجهزة كل يوم بتوريك فسادها، وبتوريك انه ما عندها مؤسسية، وبتوريك انه الناس دي ضلوا عن الطريق، جهاز المخابرات، جهاز الدعم السريع، الجيش، الحركات المسلحة، كلها حايمة في بؤرة واحدة، عدم فهم، عدم مغدرة، عدم كفاءة، عدم معرفة، ما عندهم أي حاجة، ولا عندهم حاجة للمواطن، وكل جهاز تابع لناس، ما تابع لوطن، لا الجيش تابع للسودان، ولا الدعم السريع تابع للسودان، ولا الشرطة تابعة للسودان، ولا جهاز الأمن تابع للسودان، جهاز الأمن تابع لبرهان، الجيش تابع لبرهان، الدعم السريع تابع لحميتي، الحركات تابعة للقبائل وتابعة لأسيادة، كلها كده، لكن ناس بانين فكرتهم ورايهم على دولة ما في، كلهم ماشيين للنهاية. واحد قال لي كلامك مكرر، طيب كلامي مكرر انت يا حسن مدني ده؟ ما تبقى مارق انت اللي بيقعدك شنو عشان تسمع المكرر، بتستمتع تسمع المكرر ولا داير توصل رساله بانه انا كلامي مكرر؟ انت طالما هو المكرر ده، المكرر ده اللي مقعدك ليه ما تبقى مارق؟ اتطلب الله، شوف الزول الما مكرر. طيب يا جماعه، طيب انا دار احذر لانه في ناس. طيب يا زول، قال لي طيب يا اخي شوف يا سلام، زي ما سميت حزب الامه ده شنو يا جماعه؟ احنا ما عندنا حزب، ما في حاجه اسمها حزب الامه ولا حزب لنا، ده ما احزاب، دي عصابات، دي مجموعه بتاعت اهالي، مجموعه بتاعت زوي انساب، ده عصابات دي تعودت لانه ما لاقيه في ما لاقيه بيئه سياسيه حقيقيه، ما في سياسيين حقيقيين، ما في مفوضيه بتاعت احزاب مفوضيه سياسيه للدوله ذاتها، ما في. ده اللي قوا البلد دي في زمن الغفله، وده ضد اي منظومه بتاعت مؤسسيه بتاعت دوله، ضد انه تعمل مفوضيه بتاعت احزاب عشان تبني سياسه بتاعت بلد، ده ضد انه تعمل منظومه عسكريه متكامله عشان كده. شوف الكلام اللي بيعمل فيه الحزب بتاع المؤتمر الشعبي ده، يعني احس هو بيزرع ولا ما ادري. طبعا هم فتشوا في المناصب، حمدوك يقول لك حمدوك للسيادي، ويطالب بالعفو عن المساهمين في نجاح الثورة. المساهمين ديل منو؟ حميتي يعني؟ ديل الناس اللي ساهموا في، يعني بيطالبوا. شوف الحزب المؤتمر الشعبي ده، عشان اوريك انه نحن وقت قلنا الاحزاب دي ما عانينا. انا والله العظيم كنت ضد انك تلمس المؤتمر الوطني براو، انا كنت دايرك تشيل كل الاحزاب دي، كلها تتحاسب. المؤتمر الوطني ما واحد منهم، المؤتمر الشعبي ده ما اخطر منه، ديل الناس العقيده ذاتها، ديل سياده القلب ذاتها، ديل القلبوها. القلبة منو؟ حسن الترابي، حسن الترابي المؤتمر الشعبي، المؤتمر الوطني ديل حرامية ساي، ديل حرامية ساي. فوقت تجي يقوم زي حزب المؤتمر الشعبي يوريك معدن وكيف، ويطالب العفو عن المساهمين في نجاح الثورة، يعني برهان، كباشي، ياسر العطا، كل الناس اللي قتلوا، كل الناس اللي قتلوا، يقول لك ده حزب يعني ليه؟ يعني ساهموا في غزوة بدر؟ ها؟ شنو الناس اللي اي زول ساهم في الثوره؟ ساهموا في احد؟ كانوا مساهمين في غزوه احد؟ ده الناس حقه يتحاسبوا، حقه يتعاقبوا، حقه فعلا تحصل فيهم العداله. هي لو ما حصلت العداله فيهم، ثاني في زول بيطلع الشارع، وثاني في زول بؤمن بالعداله. ما طالما نحن الناس الموجودين
هتبقى مستمرة. بلدي رهابية، بلد السياسيين بتاعنا مرتزقة وقتلوا حرامية وخونة للوطن، والعساكر بتاعنا شغالين لأنا، كلها لأنا لأنا، ما حتمشي لي قدام إذا ما سقطت المنظومة العسكرية بداية بالدعم السريع والقتل ديل والمخابرات بتاعتهم. البلد دي ما بتمشي لقدام، وكل يوم بتوريك انه الحاجه اللي بتحصل دي ضعف في الاجهزه الامنيه وخلل في الاجهزه الامنيه يجب ان تستبدل. كل يوم الشرطه بتعمل فيها فوات، وكل يوم جهاز الامن بيعمل فيها فوات، وكل يوم الجيش بيعمل فيها فوات، وكل يوم الدعم السريع بيعمل فيها فوات، بيستمروا ما بيتغيروا. من امن العقاب ساء الادب. طالما هم امنوا ما في زول بيعاقبهم، وطالما عارفين انه الشعب ده ما داير يتكلم والناس الموجودين ما داير يتكلموا، حيواصلوا في العقاب، حيواصلوا في إساءة الأدب، حيواصلوا في استكبار، حيواصلوا في استعلاء. شفتوا البرهان بيستعلى كيف؟ الأسباب والكلام اللي بيعملوا فيه حس في العزة بتاع في الضباط ديل، العزة بتاعهم ذاته كان بأكد لك إنه الناس ديل كذابين ومنافقين، هم اللي سببوا في قتل الأولاد ديل، هم اللي سببوا فيهم. يا جماعة الثورة مستمرة، بكرة يومنا نحن ديل، بكرة اليوم اللي حددنا ذاته، بكرة يوم تسقط بس. كل اللي اتفقنا عليها ومؤمنين عليها، شايف ناس تجمع المهنيين مشوا طلعوا لهم سمش، طلعوا لهم خرات وطلعوا لهم كده. يا جماعه احنا ما عندنا حاضنه، دي مشكلتنا نحن كمجموعه مستقله، كمجموعه مؤمنه بانه الوطن ده ما بيتعالج الا بالحاجات اللي بنقولها دي، بانه نجي نخط له نعمل له مؤتمر دستوري نستغله دستور كبير جدا جدا، اول يحمي الدوله دي من العساكر، يحمي الدوله دي من الاستلاب الادارات الاهليه والطرق الصوفيه. اذا ما وضعنا لا الدستور ده ما بنمشي لقدام. نحن حاسس ماشيين للمرحله الصعبه، بكره الناس طالعه، في ناس كثيره حتطلع، لكن نحن ناس تطلع تسقط بس. نحن مؤمنين بان لو ما سقطت ما بتمشي لقدام، لو ما انكفت ما بتمشي لقدام، ولو انكفت لازم تنكفي بدون العساكر ديل، بدايه تنكفي بالعساكر ديل عشان الناس تعرف، لازم تتكفي بالعساكر ديل. اما قصتين انه دارين يصلوا لتصحيحيه وتغيير وضع، الوثيقه دي ما حتحقق الدوله الدايرينها، والله ما حتحقق الدوله الدايرينها. الوثيقه دي لسه وثيقه محتاجه صياغه، الوثيقه دي قدامك الناس بيكسروا فيها. لو انت تابعت التاريخ ولو الناس بتفهم شويه في التاريخ بتعرف انه الوثيقه دي اصلا ما في زول حافظ عليها، الوثائق اللي بيخطوها لو 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 متابعه عبود ده جابوه منه، مش جابوه السيد علي وجابوه السيد عبد الرحمن، عبود ده كجو يتحاسب ويتحاكم في اول حكومه جات بعد سقوط عبود ذاته وثوره اكتوبر. عبود ده ما قدروا يحاكموا لانه كانوا مربوطين في ضنب الاسياد، لانه كانوا لو حاسبوا لازم يحاسبوا السيد علي والسيد عبد الرحمن، فصوتوا داخل البرلمان السوداني الحق يكون ديمقراطي بانه ما يتحاسبوا عبود، طلعوا عبود من الرصه. عشان كده الحزب الشيوعي ده، وبعد جات الحزب الشيوعي طردت الحزب الشيوعي ورفضوا دين الاغبياء دين اللي هو الصادق المهدي، ما انا ما بقول ما بنبذه لانه زول ميت، لكن هو رفض بالدستور وبالقانون بالمحكمه الدستوريه انه يرجع الحزب الشيوعي داخل البرلمان، رفض. الحزب الشيوعي اركب راس، ما كلهم كعبين وكلهم غزيرين، اركب راس جيب نميري، ده الوضع. كل زول حتى الدستور ذاته ما قاعدين نطبقه ولا مؤمنين به ولا الا برا. شوف السوداني ده ما يحترم القانون والدستور الا يكون في السعوديه، الا يكون في الامارات، الا يكون في لندن، تلقى مؤدب ادب غريب جدا جدا، مواطن صالح، مواطن مؤدب، مواطن مهذب خارجيا، داخل بلده مواطن ما عنده ما مؤمن بالدستور ولا داير الدستور، داير ينفذ داير يطبق الحاجه الدايره وداير ينفذ الحاجه الدايره. ف وجاءت القضيه دي طبعا قضيه معاده، حسي نحن جو الاسلاميين عملوا نفس النظريه، فاتوا الاسلاميين حسي نحن مدورين بين البعثيين بين الحزب الأمة اللي هو الأحزاب الثلاثة، بين المؤتمر السوداني، بين المجموعة المتنطعة دي، المؤتمر السوداني حزب الأمة، الحزب البعثي معاون الرابع منه يا جماعة، واحد من الأحزاب دي حزب الأمة والاتحادين المجموعة بتاعت الاتحادين المعاون دي حيغرقوا البلد وما حيقدموا حاجة، صراع حيستمر. نحن يومنا تسقط بس، الناس تؤمن بينا تسقط بس، الناس مطالبنا بأنه تتفرتق المنظومات دي بداية بالدعم السريع. جماعة ما نغفل الدعم السريع، قضيتنا أول حاجة عشان تفرتق القضية الأصلية لازم تفرتق الدعم السريع ده قبل ما تلمس الجيش. أول حاجة الدعم السريع ده يتفرتق، كان قبل حميتي ولا ما قبل، كان نطط لازم الدعم السريع ده يتفرتق. ما تفرتق الدعم السريع كل يوم بيقعد الدعم السريع كل يوم بتتفرتق من البلد دي صامولة،
كل يوم بتتفرتك من البلد دي لستي، كل يوم بتفرتك والله، كل ما يقعد الدعم السريع، وكل يوم بيقعد الدعم السريع هو خصما على الوطن وخصما على انه البلد دي هتتمزق، او هو بدايه للتمزق بتاع البلد دي ولشتاتها. دعم السريع اتفرتك، الجيش ده اتهيكل من جديد كله وتندمج فيه الميليشيات دي كلها، جهاز الامن والمخابرات ده يسرح ويتعمل جهاز امني داخلي يحفظ الدوله دي ويحفظ الثوره ذاتها. نحن اهم حاجه، وده الكلام اللي قلناه والكلام اللي قلناه لحمدوك من البدايه، ما سمع الكلام ده، بانه اول حاجه يجري طوالي ابني لك قاعده بتاعت مجموعه بتاعت جهاز امني داخلي قوي يرهب الجيش ويرهب الدعم السريع، دربهم برا. المنظمات اللي انت بتعرفها دي كان حقه يكون انت حاسس تكون خرجت ثلاثه دفع بس في 1000. تخيل انه لو حمدوك كان بيفهم بس رفع عليه دفعتين 2000 2000 2000 الليله دي له سنتين كان ممكن يكون خرج ثلاثه دفع بقريب ل 10 ولا 10000 ولا 6000، قول 6000، 6000 دي والله ما يقلبوها لو كسروا رقبتهم. ودربهم وديهم سلاح، خلي الامريكان بتاعينك اللي هم انت تابع لهم ولا هم تابعين لك، خلوهم يدوك سلاح للناس دي. كان تدرب مجموعه قريب ل 3000 بس ولا 6000 من السودانيين الاحرار من الشباب بتاعين لجان المقاومه دي وتمسكهم السلاح، خلي واحد ثاني يمشي على الاذاعه ولا اي متنطع يمشي عشان يزع له بيان. دي الناس كان بيمسكوا لك الدوله دي، وناس شباب حرين وشباب مؤمنين بالثوره، مشيتوا تغوصون ومشيتوا تبهدلون ومشيتوا تخلون يبيعوا القضيه وجريتوا تدفعوا لهم في القروش وكل زول دارين تستقطبوا في الاحزاب المهترئه دي، ضيعتوا البلد وضيعتوا الثوره. الوضع ده لازم يتعدل. جهاز الامن اللي كان نحن دارين الامن الداخلي ده الليله كان حمى الثوره دي، والليله كان وقف ضد حمدوك ذاته لو شعر بانه حمدوك خالف الدستور وخالف القانون، كان وقف ضد الانقلابات اللي بيعملوا فيها، وكان وقف ضد النازل، وكان عراون، وكان عنده اجهزه، وكان بيكون مشرعا داخل الدوله. ليه حمدوك ما عمله؟ لانه ما داير يعمله، لانه داير الدعم السريع يتمكن اكثر من كده، لانه داير الشعب السوداني ده يحفظه المجموعه بتاعت القتله والارهابيين دي. اي يوم بيقعد الدعم السريع معناته اي يوم تاكد انه الدعم السريع ده بيتمكن اكثر من كده، وبيصل مرحله الفرعون بتاعهم ده حيقول البلد دي نولعها، وبولعها زي ما قلت لكم بيحرقها. حميتي ده لو قعد بيحرقها، ده الزول الجاهل مش بيقول لك ابعد من ده الجاهل ذاته ممكن يحرقها، ما هو برع كلهم. وللاسف الشديد ما عندنا ناس وطنيين، حسي الجيش بتاعك ده خايف من حميتي، الشرطه بتاعتك دي خايفه من ناس حميتي، النيابه خايفه من حميتي، القاضي وقت تيجي يحكم على ناس حميتي بيكون خايف بياخد عليه عذار انه والله ناس الدعم السريع ساندونا وعصرونا وحبونا ونطونا وعضونا، حتى نيجي يقول يا اخي الناس المدانين ما بيقدر. الدوله دي وكل يوم بتوسع فيها بواسطه البرهان، بواسطه العملاء ناس ابراهيم الشيخ، بواسطه الحكومه الانتقاميه، بواسطه الكيزان ذاتهم بيمكنوا في حميتي ضد عشان يفشوا غبينتهم في المجموعه الثانيه بيفتكروا انها ما مجموعه، لانه ما بهمهم وطن، ده ما بهمهم، كل زول بهم مصلحته. لا نفسي بس، كله نفسي بس تسرق كيف، لكن ما مهتمين بانه المواطن الثاني اللي بيجوع، ما مهتم باولاد بلده، ما مهتمين بانه البلد دي ممكن تنتهي تتدمر، ما بس همهم هون نفسي 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 بس. برهان وحميتي هم طبعا ده العصابه واحده، ده القتله يا جماعه، برهان وحميتي ده من الغرب السودان هم كده، ده بجهز ذا المريسه وده بجهز ذا شغل بتاع نسوان وشغل بتاع اغتصابات، كانوا في غرب السودان قلت لكم فتره طويله جدا جدا، جهزوا الشغل ده وجبعت ده، اشتغلوا مع بعض في جيش التحالف، يعني البرهان كان ماسك جيش التحالف وبرضه كان حميتي بيرفع له، يعني كانه بيرفع لك بهايم، بيرفع له ده بودي اليمن، ودي حاسس اليمن دي طبعا شغاله او القروش شغاله ونازل بيتمكنوا. حميتي يومه بقروش بتنزل من الناس اللي بيموتوا بيقول لك بيدفنوه في البقيع، بقيع شنو؟ الواحد بيخطوه اسبوع كده وبيفكوه ممكن يحرقوه ده للسعوديين ده، اتضمنك شنو البقيع دي؟ حسي الناس مدفونين فيها، ما هم خطوه قالوا لغايه ما ينشفوا بيحرقوه ولا بودوه ما معروف، لكن ما في كلها وهمه في النهايه، ليه ما يغاتلوا السعوديين؟ ليه ما يغاتلوا ناس السعوديين؟ قضيتنا شنو؟ ما هو ده الجيش السوداني والامن السوداني والحكومه السابقه، ودي كانت حقه عاده سيئه كان حقه تتغير، انه فعلا ناس تيجوا راجعين كفايه عماله، انت قال الناس اللي بتقتلوا ده ربنا ده ما قاعد يا اخي، انت كل ما تقتل زول في قضيه ما قضيتك كلها راجع علينا نحن، ثوره تجديد بند على العداله، كونك قبلان لغايه حس جيشك بغاتل في اليمن انت زول خاين، وانت زول بتغاتل في قضيه ما قضيتك، وانت اي واحد بموت هناك انت واحد متسبب فيه، لانه الرصاص ده من خير الشعب السوداني وكلها طالعه بغناه اللي هي اسمها جيش السودان.
ما لسه بيموتوا اليمنيين ولسه مستمرين. ده العملاء والناس اللي بيعملوا فيها والحاجات اللي بيعملوا فيها كلها تمكين عشان يوريكم انه الوضع ماشي للأسوأ، ويوريكم انه في ارهاب، ويوريكم انه البلد دي ماشيه لضغط والوضع ده انتهى والناس لازم تسكت والناس لازم تقبل والناس لازم تفوض. ماشيين لنفس المرحله بتاعت التفويض بتاع السيسي، ان شغالين بنفس القالب. بلد العساكر دي ما بعرف يفكروا، قضيتهم كلها الحاجات اللي بتحصل دي هي بيستفيدوا منها. الزول الشهيد اللي مات، الاهل بكونوا بيبكوا حسي وما قادرين يتنفسوا، ومساكين بيبكوا على اطفالهم، هم بكونوا سعيدين لانه مشوا خطوه. كش ملك دي فائدتهم، هو مستمتع لانه عمل خطوه. مات من وبتهمه يعني ماتوا في فض الاعتصام هم منهم، يعني ماتوا في المجازر قبل فض الاعتصام هم منهم وبتهمون كونه انه مشى بالخطوه دي تمام. يا زول كده يا دوبك الشارع يخاف. والله فعلا في خلايا، في دواعش، في غتله. يا جماعه اعملوا حسابكم، الجيش ده بيضحي بنفسه، المخابرات دي تعبانه بتضحي بنفسها. يا زول المخابرات دي ما قلتوا وقفتوها، لا دي لسه مستمره. خلاها تستمر شنو؟ الوضع سيء يا زول، الوضع سيء. بوديها تعمل كده شنو؟ بوديها الناس زي ما كان حقه من ما هي سقطت الطوالي يا اما يقول لهم اتطلبوا. والله اول ما جاء البرهان ده الناس الاسلاميين القاعدين اللي بيربوا فيهم، اللي بيسكنوا فيهم، اللي بياكلوا فيهم، المتابعين ونديل، اللي عارفين مناطقهم ديل ما يقولون اتطلبوا والله، لغايه ما تصل مرحله يموتوا اربعه وخمسه، نفر واحد يقتل اربعه ولا خمسه ضابطين. ده ما بوريك انه ذاته الناس ما مؤهلين ذاته ولا مدربين. ارهابيين نفرين، انت عارفهم ارهابيين وماشي تقبضهم، يعني انت فايته بخطوتين، اولا انت عارفه، وثانيا انت ماشي تقبضه. اقتلوا فيكم خمسه؟ يعني انتوا كم؟ ليه ما عملتوا حمايه؟ ليه ما جبتوا الناس المختصين بالعمل ده؟ ليه مشيتوا براكم؟ ماشي لكم ببوكسي ارهابيين. الوضع ده ما كان ممكن يكون فيه قنابل، الحله دي ما كان كلها ممكن تنفجر. يعني الناس زي طالما عندهم قنبله كان ممكن يكون عندهم 50 قنبله، وكان عندهم ممكن يكون صاروخ، وكان عندهم بعد شيء ممكن يجي طالع لك بمدرع او برباعي من جوا الحله. تكتل الشعب السوداني كله ده ما دليل عن الامن ما مؤهل، وناس ما مؤهلين، وقياداته ما بيفهموا سياسه وما فاهمين، بس دارين يبيعوا. هو البيع هو انت كتلتوا الناس، وكلهم حتكتلوا الناس لانه ما عندكم كفاءه. لا جيش عنده كفاءه، ولا امن عنده كفاءه، ولا شرطه عندها كفاءه. اما الدعم السريع ده ما بيستاهل انه يتكلم فيه ذاته، لانه لازم يستأصل. دعم السريع ده اذا ما استأصل البلد دي ما بتمشي لقدام، والله ما تمشي لقدام. تحياتي واشواغي ومن اعماق اعماقي، اذكركم بان الدين في وجداننا بعد. تحيه لكم يا جماعه ولقدام، نسال الله سبحانه وتعالى انه يتقبل الناس دي كلها، يتقبل شهدائنا ديل وشهدائنا اللي بيموتوا بسبب القتله والحراميه اللي ما قادرين يقودوا البلد دي وماشيين بدارين يمكنوا نفسهم. نسال الله انه ينتقم منهم. تحياتنا لكم يا يعني.